اليوم في نيروبي عاصمة كينيا لأشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، وفي نفس الوقت أمثل السيد رئيس الجمهورية في الاحتفال بذكرى 60 لإنشاء هذا البنك. في هذه المناسبة هي مناسبة التقييم ما قامت به البنك منذ إنشائها إلى اليوم هذا. الجزائر تؤثر على القرار البنك من خلال وجودها، من خلال العضو الدائم المتصرف وهو عضو دائم في البنك، وأيضا من خلال المحافظ الذي يشارك في الاجتماعات السنوية طبعا لنقاش الاستراتيجية البنك وتمويل المشاريع في البلدان الإفريقية، التي تهدف طبعا هذه التمويلات إلى تقليص الفقر في هذه البلدان وتعزيز التنمية وبصفة عامة يعني وصول إلى الرفاهية والتنمية في هذه البلدان.